فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا إذا طلبت العلم وحفظت القرآن يأتيني خمول وكسل، فهل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ توجيه أن تترك الخمول والكسل إذا يأتيك اشرب منه. نعم، يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول ولا كسل. لو قيل لك إن بهذه الدار 1000 ريال نعطيك إياها إذا انتظرت إلى ساعة، لا والله لو انتظرت إلى آخر النهار، بس بشرط أنك ما تنام ولا تتكاسل ولا تقف على رجليك، ماذا يكون؟ كيف بسلعة الله الغالية؟ أي خمول وأي كسل يطرد عنك الخمول ويطرد عنك الكسل إذا تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى. أي خمول أو كسل يأتي للإنسان وهو في مجلس العلم وهو يعلم أنه تحفه الملائكة؟ أي خمول أو أي كسل يأتيه وهو يجلس في مجلس يعامل فيه ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، عبد أعرض عن الدنيا وأقبل على ربه؟ أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تنشر كتاب الله بين يديك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة؟ أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تفتح كتاب الله الذي فيه الأخبار والآثار التي تقض المضاجع وتبكي العيون وتخشع القلوب؟ أي خمول وأي كسل وأنت في جد لا لعب فيه وفي حق لا باطل فيه؟ أي خمول وأي كسل لأننا لم نعرف الله حق المعرفة؟ خمول وكسل لأننا لم نعلم أين نحن. شخص يأتي ويذهب إلى مجالس العلم وهو لا يستشعر أن الله يسمعه ويراه. يا هذا لو علمت أي شيء أخذت إذا أخذت كتاب الله، يا هذا لو علمت من تعامل وأنت خارج من بيتك إلى حلقة من حلقات الذكر، يا هذا لو علمت أي ليلة تلك الليلة التي سهرت وتعبت ونصبت وأنت تقرأ كتاب الله أو تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحفظها للأمة، ألا تعلم أن الملائكة تتنزل لأنك في عمل صالح يرفع فتفتح له أبواب السماء؟ هذا الذي تجلس من أجله، وهذا الذي تكتبه، وهذا الذي تسمعه، وهذا الذي تقرأه ذكر لك في الدنيا وذكر لك في الآخرة. هذا الذي تقرأه وتسمعه وتنظره وتعيه وتفهمه ترفع به درجتك وتكفر به خطيئتك. هل شعرت يوم خرجت من بيتك أنه ربما تخرج إلى مجلس من مجالس العلم وأنت أصدق ما تكون مع ربك، ينظر الله إلى قلبك وليس فيه أحد سواه، وقد تخرج وأنت في خضم الشواغل والمشاغل، وقد تخرج وأنت سهران الليل فتقول: أريد أن أبقى على سهري لأرضي ربي، فتخرج إلى هذا المجلس لله وفي الله لا رياء ولا سمعة، فتبعث الملائكة لتشهد على عملك الذي عملت فيه ربك، فإذا بك في هذا المجلس تخط لك الحسنات وترفع لك الدرجات. فيا لله كم من طالب علم رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه، ويا لله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حاله يقول: أشهدك يا رب أني أريد أن أحمل كتابك بين دفتي صدري لوجهك وابتغاء ما عندك. ومنهم من خرج من بيته ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول: يا رب غفلت الناس ولهت بالدنيا وإني أريد الآخرة،
أريد ما عندك، أريد رحمتك، أريد فضلك، أريد الدرجات العلى من الجنة، أريد أن أتعلم العلم الذي يقربني إليك. ربي ما خرجت من بيتي لا أشيرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت لك ولوجهك وابتغاء مرضاتك، فارفع درجتي وكفر خطيئتي وبارك لي في علمي واجعله علما شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. أين أنت من هذه الرياض الزاكية؟ أين أنت من هذه المجالس التي فيها الدرجات العلى من الجنة؟ يسأل الله ملائكته وهو بخلقه عليم فيذكرونك، تصعد الملائكة إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ما سألهم عن الذين شيدوا ولا عن الذين بنوا ولا عن الذين سادوا في الدنيا ولا عن الأغنياء ولا عن الأثرياء ولا عن العظماء، سأل عن من جلس في مجلس يذكر فيه الله. فحفتهم الملائكة وأشيتهم الرحمة لأنهم جاءوا متاجرين مع الله، فارتفعت هذه الملائكة إلى ربها فيسألهم الله، الله أكبر. هذه مجالس العلم التي تنام فيها والخمول التي تخمل فيها، أين أنت؟ أين أنت؟ أنت تعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. يسأل الله ملائكته البررة الحفظة عن هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوته، ما جلسوا للدنيا ولا جلسوا للبيع ولا للشراء ولا للأخذ ولا للعطاء ولا للشعر ولا للنفر ولا للتباهي، جلسوا ليتعلموا شيئا يقربهم إلى الله. فيقول الله جل جلاله في آخر الأمر: وما أدراك ما آخر الأمر؟ فآخر الأمور التي بينك وبين ربك كلها خير وكلها نفحات ورحمات وود وبر. يقول الله لهم: ماذا يسألونني؟ ماذا يسألونني؟ من هم هؤلاء القوم؟ ما هي حاجتهم؟ الله أكبر. هل شعرت أنت تجلس الساعة والساعتين أن الله يسأل؟ كما جلست في مجلس هذا العلم، كما أحببت العلم وأهله وتقربت إلى ربك وخالقك بهذا العلم، فانظر أين منزلتك. يقول الله تعالى: ماذا يسألون؟ قل: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. ثم في آخر الحديث يقول الله لهم: قد غفرت. تقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب. مر فجلس معهم، قال: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا الذي تنام ويصيبك الخمول عنه، شهد الله من فوق سبع سماوات أن صاحبه لا يشقى. العلم هذا أي شيء هذا العلم؟ أغنى الله العلماء، فليس هناك أحد في هذه الدنيا والله أغنى ممن علم وصدق في علمه. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو خير العالم العامل بعلمه بين صفحة من صفحات هذا العلم من الكتاب والسنة وبين الدنيا وما فيها من مالها وثرائها وجاهها وأنسها وبذخها، والله لاختار الصفحة واعتز، بل إنه يرى أنه لا يمكن أن يلتفت إلى هذه الدنيا. أي شيء أعطاك ربك؟ أي شيء ترتج له السماوات السبع العلى؟ ألا تعلم أنك لو طلبت هذا العلم وأعطيته حقه ونبذت الكسل والخمول وأقبلت على ربك بصدق وجد واجتهاد وأظهرت لله أنك تعظمه وتعظم هذا العلم الذي تطلبه، أن الله يفتح عليك باب سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وأن الله يفتح عليك بهذا العلم باب رحمة لا تعذب بعدها أبدا. لقد طلب أقوام العلم
فصدقوا مع ربهم فصدق الله معهم. فيا لله من قبور تنورت لأهلها بالعلم والعمل، يا لله من أقوام ارتحلوا من الدنيا وبقيت آثارهم وعلومهم ترفع بها درجاتهم وتكفر بها خطيئاتهم. يا طالب العلم استفق من المنام وانتبه من الغفلة وتذكر ربك ذا الجلال والإكرام. إن الأسى والشجا أننا ما قدرنا الله حق قدره، ما أسفنا على راحة الأبدان ولا على صحبة الخلان ولا على ما يكون وما كان، ما أسفنا والله إلا أننا ما قدرنا الله حق قدره. هذا العلم ليس محلا للخمول، هذا العلم ترجف به القلوب. كيف تنام وأنت في ذكر الجنة والنار؟ كيف تنام؟ كيف يلذ النوم من لا يعلم يسلم في أخراه أو لا يسلم؟ كيف تتلذذ بالراحة والخمول وأنت في سلعة الله عز وجل التي تنتظرها أمة من بعدك؟ عار على طالب العلم ألا يقدر الله حق قدره. لقد فاتت الدنيا ومضت بزينتها وزخارفها، فتبا لدنيا أبعد الطالب علم عن الله. وطوبى ثم طوبى لمن عظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق جلاله وعرف لهذا الحلم علم حقه وقدره. يا طالب العلم اتق الله واعلم أن الله مطلع على سريرتك، فإذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك تعظيما لله وخشية لله تكن من السعداء الفائزين الأولياء الأصفياء الأتقياء. إن العلم ليس للهو ولا للخمول، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واعلم أنه لا يأتيك الكسل والخمول إلا بسبب الذنب، ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة، ودواء ذلك ما أرشدك إليه ربك أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وقل اللهم إني أعوذ بك أن تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، سل الله أن يغفر ذنبا يحول بينك وبين العلم. فليس هناك حرمان أعظم من حرمان العلم والعمل. اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك علما يقربنا إليك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور به قلوبنا وسدد به ألسنتنا واعصم به جوارحنا وخذ به بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك. اللهم اصرف عنا في العلم كل ما يحول بيننا وبينك. نعوذ بوجهك من الرياء، نعوذ بوجهك من الرياء، نعوذ بوجهك من السمعة. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك وابتغى رضاك فألهيته عن كل سمعة ورياء، وملأت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصفياء. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ. اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ، واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم سلم.